أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم من به صمم من به صمم. شخصية في مكان ما تتحدث باللغة العربية، هذا لا أستطيع أن أجيب عنه. ذكى تكوين الإنسان، كل إنسان وما كل إناء بما فيه ينضح، كنا نقول هذا البارحة. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. مهارة اكتساب اللغة العربية ليست في فقط في معرفة الصرف واللغة والنحو والبلاغة، إنما في الممارسة، في الممارسة. ولذلك الغاية، الهدف أن ننطق النطق الصحيح، أن نبتعد عن اللحن الفاحش. أقول الفاحش لأننا كلنا نقع في اللحن، ولكن يوجد ما يسمى باللحن الخفيف. لكن اللحن الفاحش يعني يسمج في 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 الأسماع، فهذا هو المطلوب. لكن إذا كان هذا الإنسان لم يرتقي إلى تلك الدرجة، فليس لي لضعف هذه اللغات، المناهج، أقصد العلوم، ولكن لكونه لم يحصل. وكذلك شيء آخر، ألوم المنظومة التربوية، ألوم المناهج. ولذلك أنا قلت المناهج عندنا معوقة ومعوقة، نعم، ولا تعالج المشاكل الواقعة ولا المتوقعة حقيقة. ويراد للغة العربية في الجزائر، يراد لها ويكاد لها، نعم، وينصب لها الشرك. ولذلك فالإنسان ينبغي أن على الأقل يعني تأخذه الحمية لهذا الدين. لماذا نحن عرب بالذاتية كما قلت هذا وأسسته؟ فنحن عرب بالذاتية، ننتصر لهذا الدين بأن نكون عربا ونتحدث اللغة العربية بإذن الله تعالى ونتقنها على مرادها. نعم، قيموا بني كيف يقول في بداية لمية العرب، أقيموا بني أمي صدور مطيكم وإني إلى قوم سواكم لأميل، ولدونكم أهلون سيد عمل سوار قط زهلول وعرفاء جيئل. فهذه اللغة التي نريدها قطعا. نحن إذا ابتغينا هذه اللغة سنحصل على المستوى المتوسط. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ وهنا أنبهكم إلى شيء آخر، دائما إذا سألنا الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة، نسأله أن يدخلنا الجنة وانتهى. وش رأيكم في هذا؟ لا، ما أصحوا لي المنهج، الفردوس الأعلى، رغم أننا نحن قطعا لن نعمل ما يوصلنا إلى الفردوس الأعلى، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرع في قلوبنا ماذا؟ الهمة إلى القمة، الهمة إلى القمة. حتى وإن كنت أنت توقن بأنك لن تستطيع أن تبلغ ما بلغ الأولون ربما، أو الصالحون المتعبدون الذين يهرعون إلى الله تعالى وجل وعلا في السلوكات ويبلغون بالمقامات ومدارج السالكين كما قد ألف ابن القيم في ذلك إلى تلك المقامات، ولكن على الأقل نتشبه بهم إن لم نكن مثلهم كما قال الشاعر، وتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصالحين فلاحوا بالصلاح فلاحوا أو شيء من هذا القبيل. فنحن دائما نبتغي لا مو فردوس في اللغة العربية، نبتغي ما كان عليه، ما كانت عليه اللغة في مستواها قبل الإسلام. لغات الحيزابول والدردبيس. نعم، لغات الحيزابول والدردبيس. نعم، إيه، أذكر هنا كنا ندرس في لمية الأفعال، فكان لمية الأفعال هذه صعبة يعني نوعا ما. ربما أعطيكم بعض ال فكان فيها بيتان، وهذان البيتان صعب حفظهما، صعب حفظهما، إيه يعني صعب جدا. وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفه شلل قرت وحرت ومر مس هش له كانها إنجليزية. لاحظتم؟ إيه لاحظتم. فهذان البيتان يعني كان الطلبة يتنافسون فيما بينهم من يحفظهما في أقل وقت. إيه، وكان يعطى له جعل، يعني قال مثلا إذا حفظتهم اليوم رأى الغداء خالص عند اللبنانيين. كنا في بلاد شنقيط، هناك ما كانش الطبخ، يعني نحن عندنا عادات وتقاليد في الطبخ وهم عندهم عادات وتقاليدهم، فنحن نختلف حتى من ناحية المذاق ومن ناحية
فكانت المطاعم اللبنانيه تغطي عنا بعض الشيء على ما يعني من الاسعار شويه مرتفعه وكذا. ايه فلاحظوا هنا يعني مثل هذه الكلمات هذه الان غابت عن الاستعمال. ايه غابت عن الاستعمال ويريدون منا ان نرجع الى العاميه والى الدارجه. ما اشكال كبير احنا فنظن اني جاوبتك على السؤال. ايه تفضل اذا كان سؤال واحد اخر اذا ما كانش نواصل في نصف ساعه مع مدخل الى علم النحو الان خاص. ها يعني كي قلت لكم تفضل عندك سؤال شيخ عبد القادر كش ما عندك سؤال اضافه ليس اي ما شاء الله الاخ ما كانش ما انتم ما كانش يعني نقول لكم واحد الحاجه بين قوسين ثاني كما يقولوا عباكم باللي انا كنت مع مشايخي ما عنديش الاسئله فهمتوها ولا فهمتوهاش بل نحضر الاسئله نحضرها لان نقول لكم واحد الحاجه مفاجاه ربما للبعض ربما عبد القادر يعرف بعض الناس اللي قراوا فما كيفاش كانوا يقراوا كنا نقراوا مش كما انتم الان بالساعتين بالثلاثه نقراوا بالكرونومتر اقصى واش تقرا كم شكون يتخيل يلا اللي عارفينها ما يقولوش كما نور الدين وعلى باله عبد القادر ربما وعلى باله اقصى وقت يعطيه لك الاستاذ كم ميزوا انتم يعني قولوا ارفعوا يدكم هكذا وقول لي مثلا ارمي وخلاص هكذا ميزوا كم ساعة مليح ما شاء الله ها ربع ساعة مليح ما شاء الله زيد خمس دقائق هذا اللي قاربت الله والله لن يزاد لك فوق ست دقائق نقرأ بالكرونو ويصوني دارين قائمة ترتيبية تقرأ على الشيخ والوقت يطبع فيك وبعدين تعمل تي 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 تي, تي يقول لك اللي ليه يخليك واقف ثم نص معلومة يعطيها لك علاش لازم يديروا هكذا عدد الطلبة كثير والقائمة لازم كامل تفوت في ذاك اليوم ايه نعم فأنا وش ندير هذا من حيلتي ايه وكذلك كدنا ليوسف ايه فكان من كيدي أنني أحضر أسئلة في غير الفن الذي أدرسه لأنه لو كنت أدرس مثلا النحو أو التفسير أو الفقه أو الأصول أو المصطلح أو الحديث فيتفوقون يعني يفيق للأستاذ صح ولا لا قال يقول لك لا خلاص قريت وش دخل هذا السؤال كي تصوني ما بين الطالب والطالب نطرح سؤال واحد في التفسير واحد في الفقه واحد في الحديث واحد خارج الموضوع اللي أنا ندرس فيه ونكتب له نعم فشوفوا يعني انتم أنا أنتم زاهدين يعني حقيقة إيه ولذا حضروا الأسئلة راني ما نخافش أنا من الأسئلة وأكم عرفتوا المنهج تاعي أنا نجاوب على كلش الحمد لله إيه طيب ندخل الآن إلى علم النحو خصوصا هذا علم النحو علم النحو أنا الآن لا أفصل ولا أدرس الدراسة الأكاديمية نحن ننتهج الآن ما يسمى اكتساب المهارات قل هي تنمية بشرية وسميها كما شئت هذا العلم لم يوضحش مليح هذا العلم يعتقد الناس أنه أهم علم خاصة عندنا في الجزائر للمشاكل التي تعتريهم في ماذا؟ في الإعراب ندخل الآن إلى علم النحو ماذا يدرس علم النحو؟ يدرس الكلمة أنواع الكلمة أقسام الكلمة هي أنواع صحيح علامات هذه الأقسام ثم يأتي مباشرة إلى الإعراب وأنا سأبدأ من الإعراب قديما يقولوا اللي تخاف منه أو جدله أهرب ليه فأنتم تخافوا من الإعراب لازم تهربوا للإعراب تروحوا للإعراب الشيء اللي تخافوا منه هو اللي تبدأوا به نعم قال لك الهروب من المشكلة يولد المشاكل إذن نحن مشكلتنا مع الإعراب كاينة ولا ما كانش توافقوني شكون يقول لي عنده مشكلة مع الإعراب يرفع يده موش عيب خلاص ما شاء الله إجماع لا يعتد بقولك خلافك انتم زوج ولا انتم ظاهرية انتم في مقابل الجمهور طيب إذن الإعراب
الإعراب لاحظوا الآن نتناولها بطريقة بإذن الله إن شاء الله تفهموا علي، اللهم فهمنا جميعا آمين. الإعراب لغة، الإعراب هو الإظهار، هو البيان، هو التوضيح. أقول أعربت على ما في قلبي، بمعنى أظهرته. وسميت العرب عربا لأن كلامها ظاهر واضح مباشرة إلى المقصود. العربي قديما ما يبدأش يدور منا ويدور منا كما رأنا احنا الآن، أما يلفش ويدور مباشرة، يقول لك شاي حوس، يحبك يحبك، يكرهك يكرهك مباشرة. هكذا العربي سمي عربيا لأنه يعرب حقيقة. وقيل بأن العرب سموا عربا لأنه لأن كلامهم فصيح، يعني يفهمه من يسمعه، يعني يفهم الحال الأصوات، وإن كان ربما لا يفهم المعاني، وإن كان لا يفهم المعاني. وكثيرون هم أولئك الذين لا يعرفون اللغة العربية، فإذا قرئ عليهم القرآن خشعوا وتلذذوا بذلك الصوت، تلذذوا بذلك الصوت. انتبهوا هنا، هذا في المعنى في اللغة، لكن ما هو الإعراب في الاصطلاح؟ الاصطلاح ما هو الاصطلاح؟ الاصطلاح هو التفاهم. يعني قال النحويون جلسوا هكذا، تخيل معي، وتفاهموا على تعريف الإعراب فيما بينهم، فقالوا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم العربية لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. كانت الكتابة لباس عليها، بدأ يفسد فيها. نديرو عمل الأطفال، درنا تلوين، تدوير، هذا يعني عبارة على تلوين، لكن هذه أهم العناصر، أهم العناصر الموجودة في التعريف. تبهوا معي، حينما نقول هو تغيير، فالإعراب يدرس ذلك التغيير. لكن أي تغيير؟ أي تغيير؟ لاحظ معي كلمة محمد، نحن ننطق فنقول محمد، محمد. طيب هنا محمد لا نستطيع أن نعربها، من يعرب لي محمد؟ يستحيل. لماذا؟ لأن من شرط الإعراب التركيب، كلمتان فأكثر، وهنا كلمة واحدة، يستحيل أن أعرب. فهمتم؟ نعم تفضلي. أصلا السؤال بالإعراب يقول لك ما هو محل كلمة فلانية. إيه نعم صح، أحسنتي. يعني نحتاج إلى التركيب، نحتاج إلى التركيب. نعم اللي هي الجملة، هي الجملة. وأسمعت كلماتي من به صمم، وأسمعت كلماتي من به صمم. انتبه هنا، قال أواخر الكلم ولم يقل الكلمة، أواخر الكلم وليس الكلمة، لأن الكلم هو مجموعة الكلمات، هو مجموعة الكلمات. عليكم السلام. لاحظ هنا أواخر الكلم، وشرط أن يكون الكلام هذا، الكلم هذا عربيا، لأن نحن ما نعربوش je vais à l'école، bonjour monsieur، bon مبتدأ، من شارف أنا بالله، بنقوله مثلا مصطفى entre à la maison، مصطفى مبتدأ، نعم يقولوا c'est le sujet ou le groupe nominal sujet، وعندهم لو غروب فيربال، وبعد عندهم لو كومبليمون كونسيرس، وروح معاها تحكي، ما عندهمش كيما التفصيل احنا عندنا. احنا انتبهوا، فهنا لا استطيع ان اعرب كلاما غير عربيا. شرط اعراب الاواخر ان يكون كلما، بمعنى مجموعه كلمات. الان سادخل بعض العوامل. انتبه، اقول مثلا
دخل. انتبهوا هنا، فهنا عندي كلم عربي. اختلاف العوامل هنا، ركزوا على العوامل. العوامل هذه هي اللي نبدأ بها دركا، نبدأ نفصلوا ونكسلوا ونعجنوا. دخل محمد، إذا عندي تركيب. التغيير مازال ما حدثش، انتبه، التغيير مازال ما حدثش. متى أتفطن للتركيب، للتغيير؟ إذا اختلفت العوامل. إذا يهمني دراسة العوامل، يهمني الآن دراسة العوامل، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاحظ، دخل محمد، ما الكلمة التي عملت في الأخرى؟ يوجد كلمة عاملة وكلمة معمولة. معمولة بمعنى أنها تأثرت بالعامل. ما العامل هنا؟ الفعل. إذن هذا عامل، هذا عامل، وهذا معمول، هذا معمول. إذن هذا هو العامل. ماذا عمل الفعل؟ ماذا يعمل؟ هاي القاعدة، هنا جيك القواعد، يقول لك قواعد النحو. الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، انتهت القضية. هذه قاعدة هكذا، يتطلب فاعلا، يتطلب مرفوعا، والمرفوع هذا عمدة لا يمكن أن يسقط من الجملة، ويتطلب مفعولا، وهذا المفعول فضلة يمكن حذفه. مثلا نقول أكل محمد، ما تقوليش بالسيف، لازم تقولي وشكلا، خلاص المعنى واضح. أكل فعل، يتطلب آكلا، والفضلة الآخر البقية هذيك نذكرها ولا ما نذكرهاش؟ انت وش يهمك؟ كلا قرلو ولا كلا تفاحة؟ ما يهمكش، المعنى مكتمل. إذا نذكر أو لا نذكر، فحينما نقول أكل تفاحا، أكل محمد تفاحة، تفاحة هذه شي فضلة، شي يعني شي زايد، لكن ما الذي عمل فيه النصب؟ هو الفعل، انتبهتم؟ إذا هو هذا العامل، هذا درست العوامل، انتبه، سأركز الآن على درست العوامل. كيف أعرف الاختلاف الآن؟ أعرف التغيير إذا اختلفت العوامل. لاحظوا، لو قلت أرأيت، لو قلت الآن أرأيت، ماذا أقول في محمد؟ ايش تصبح؟ محمدا. رأيت، نقول محمدا، لأن هنا اكتفت بمفعولها المرفوع هذا، فتطلبت ماذا؟ معمولا منصوبا. هذا ثاني معمول، هنا في محل رفع، وهذا الآن يصبح واش؟ منصوب، منصوب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لو قلت، معليش اعذروني على استعمال الأقلام لخطر ماشي نرتب فيها، مررت بي وندخل على هذه الكلمة الحمراء هذه، شو نقول؟ محمد. لاحظ هاني وش ولات لي، لأن العامل، العامل واش؟ يا الله، لماذا حدث التغيير في الأواخر؟ لاختلاف العوامل. لاحظوا، أين العامل؟ عدنا عوامل، عدنا عامل اقتضى الرفع اللي هو الفعل، عامل اقتضى النصب اللي هو الفعل، عامل اقتضى الجر اللي هو حرف الجر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذن هذه هي العوامل. لما اختلفت العوامل في دخولها على الكلمة، صار هنالك تغيير في أواخر هذه الكلمة العربية، والتغيير ليس في جنس الحرف، إنما في حركته، إنما في حركته. هذا الآن هو علم النحو، هو الإعراب، هو الإعراب. كيف أعرب؟ ينبغي أن أتعرف على العوامل، أتعرف على ماذا؟ على العوامل. لكن قبل أن أتكلم عن العوامل، قال لفظا أو تقديرا. اللفظ سهل، التقدير ماذا متى تكتسبه؟ إذا كنت متقنا للقواعد، إذا أتقنت القواعد. لاحظ، تخيل معي أن فاعل الدخول ليس محمدا، إنما هو الفتاة. ثمكم تقرأوا القرآن شوية، ندلكم هذه بالعانية، مش ما تظنهاش ياء، هي ألف، هي ألف مفتوح ما قبلها، ولكنها يقولوا مقصورة،
لأن أصلها ياء. متى أعرف؟ كيف أعرف الأصل؟ لا لا، أعرف الأصل في التثنية. في التثنية نقول الفتيان، ودخل معه السجن فتيان. العصا كيف تكتب؟ بالألف المقصورة؟ لا، تكتب بالألف الطويلة. آه، وهذه لأن أصلها واو. نقولوا عصواني. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ هاكم تعلمتوا حاجة واحدة أخرى. هذا الإملاء، هذا الإملاء، وهو علم قائم بذاته كذلك. طيب، نعم. نعم كذلك، هذا في الـ في الـ إيه، ولكن إذا لم يكن لها أصل في الفعل. تنتسب إلى نفسك. أعلم، ولكن إذا لم إذا كان ليس بهذه الطريقة، فنحتاج إلى الجمع أو إلى التثنية في الأسماء. تتكلم عن الأفعال. لا، والتثنية الأسماء. تنتسبها وإن رددت إليك الفعل صادف تمنيها، يعني الاسم يثنى والأفعال تضاف إلى النفس. أحسنت، إيه، في الإضافة تظهر لك الحروف الأصل. طيب، لو قلنا الفتاة، نقول دخل الفتاة. من يعرف لي الفتاة؟ ها؟ دخل الفتاة. لا لا، الفتاة فقط. لا، اسم علم هذاك. فاعل مرفوع. أو مازال يحاول، مازال. نعم. فاعل مرفوع بال يعني بالفاعلية، يعني بالفعل وليس الفاعل. يعني دخل عين الفعل مرفوع بالضم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على. أين الظاهرة؟ المقدرة على. المقدرة. خلاص انتهى. تعذر. جميل، لكن أنا الذي يهمني أنك تفطنت إلى أن الفتاة هنا مرفوعة، رغم أنني لم أنطق بذلك، لكن لا يتفطن إليها كل أحد. الذي يضبط القواعد هو الذي يتفطن إليها. قال ما محلها؟ قال الآن هاي جاءت بعد الفعل، هي هو فاعل الفعل، إذن الذي قام بالفعل كن فاعلا فترفع، إذن هي مرفوعة. باش مرفوعة بالفعل، هذه قاعدة. العلامة هنا هي الضمة، هي الضمة المقدرة، مقدرة وليست ملفوظة. هاي نقول الضمة المقدرة منع من ظهورها، ليس ظهورها في الكتابة، إنما ظهورها في النطق. هي في النطق، هي منع من ظهورها التعذر، تعذر النطق، تعذر النطق هنا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ نعم. فهذا بالنسبة لي التقدير. نأتي الآن إلى، قلت العوامل، العوامل. وقبل ما نتكلم عن العوامل، ما هي الأحكام؟ ما هي الأحكام الإعرابية؟ ما هي الأحكام؟ الأحكام الإعرابية بسيطة جدا. إما أن يكون الرفع، وإما أن يكون النصب، وإما أن يكون لا إله إلا الله، الخفض ولا الجر، خلاف بين الكوفيين، ولا الخفض أو الجر، ومنها الجزم. الجزم هذم في اثنين، النصب والفتح والرفع، يكونان في الأسماء والأفعال، أفعال مضارعة. أما الخفض فيكون في الأسماء فقط، وأما الجزم فيكون في الأفعال المضارعة فقط. فقط. نعم؟ لا لا، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. إيه، الأمر على بالك باللي عند الكوفيين ما يستعرفوش به كاع، يقولوا هو وليده. إيه نعم، ونقدر نقولها لكم الآن، سبقها لكم. إيه، شوفوا وش يقولوا. يقولوا مثلا يرفع هكذا، يرفع دخل عليه لم، وش صبحنا؟ ركز لي على هذه، احذف الآن لم وحرف المضارعة. هنا هذا في الأصل وش كان؟ لا كان هكذا، كان يرفع هكذا، كانت هكذا ولا لا؟ يرفع. نزعنا حرف المضارعة اللي هو الياء، ونزعنا لم فأصبحت رفع، ولا نتوصل إلى النطق بالسكون إلا بهمزة الوصل، فنقول يرفع. نعم، فهمتوا باللي هو وليده، هو وليده، ولذلك ما يستعرفوش به الكوفيين.
والبصريون يقولون مجزوم على مبني على ما يجزم به مضارعه. يعني الثاني يرجعوا للمضارع، يقول كيفاش كان هنا كيف جزم؟ كان مجزوم بالسكون، إذن يبنى بالسكون، يبنى بالسكون. لو كان بالحذف يكون بالحذف. مثلا نقول مثلا يرمي، ها هنا راه مرفوع، باش مرفوع، الله أكبر، تذكروا دائما العوامل، مرفوع بالتجرد من الناصب والجازم، ستأتينا أي لأنه ليس قبله ناصب ولا جازم، فارتفع. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأننا نستطيع نقول يرمي، يرمي، إذن الثقيلة فقالوا يرمي، أدخل عليه الجازم فتقول لم، ها تغيير كيف يحدث؟ نحذف حرف العلة والكسرة قبله دليل عليه، إذن وش تولي؟ يرم يرم يرم، نقف بالسكون، لكن لو أردنا ننطق بالكسرة نقول يرمي هكذا بدون ياء. إيه صحيحة ولا مش صحيحة؟ يلا هيا ننزع، راح نحول الأمر، ننزع حرف المضارعة والجزم والجزم، شو نقوله؟ ارمي ارمي، خلاص. باش مجزوم؟ باش مبني؟ مبني على ما يجزم به مضارعه وحذف حرف العلة والكسرة قبله دليل عليه. تبعتم؟ ايه ما تحيروش مع هذه بزاف، تعالوا نبحث عن العوامل. قبل ذلك، الرفع والنصب يكونان في الأفعال، في الأفعال ما أي أفعال مضارعة، وفي الأسماء كل الأسماء. أما بالنسبة للخفض الجر يكون في الأسماء فقط، لأنه من الجر من خصائص الأسماء. والجزم كما رأينا لا يكون إلا في الأفعال، أي أفعال المضارعة، لأن الجزم لا يكون في، لا يكون فعل الأمر ولا في في الماضي. نعم هذا بالنسبة للأحكام، هذه الأحكام. إذن العوامل ما هي؟ العوامل هي تلك الأدوات اللفظية والمعنوية التي تدخل على الكلمة فتفيدها حكما إعرابيا. أعيد، ما هي العوامل؟ هي تلك الأدوات اللفظية أو المعنوية. هيا نشرحه. لفظية مثل دخل، رأيت، مثل بي، حرف جر، ملفوظة ولا ما هي ملفوظة؟ تفضل، ملفوظة هذه، هذه ملفوظة ولا لا؟ احنا نقول دخل محمد، العامل عامل رفع محمد ما هو؟ ودخل، ملفوظ. لكن محمد قائم، اللي قبل قليل كانت هنا، محمد باش مرفوع؟ ما العامل؟ عامل معنوي، ما هو؟ الابتداء، عامل معنوي، نحن لا نتلفظ به. هنا قلنا قبل قليل يرفع باش مرفوع؟ بالتجرد، والتجرد عامل معنوي، نحن لا نتلفظ به، عامل معنوي. معليش درجة نوصله إن شاء الله بإذن الله، لكن المهم فاهمين الشيء اللي ما قبل. بإذن الله ابنوا عليه، ابنوا عليه ومشوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، من به صمم، من به صمم.